لمتابعة آخر تطورات المشهد في مدينة الناصرية بعد التفجير الذي استهدف عددا من المعتصمين في ساحة الحبوبي، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات حيدر السومري. أستاذ حيدر، مرحبا بكم. يعني 11 جريحا إثر انفجار عبوة ناسفة بواسطة دراجة نارية خلف أحد الخيام داخل ساحة الحبوبي. أستاذ حيدر، هل تتهمون أحدا في تدبير وتنفيذ هذه الجريمة؟ مساء الخير عليك وعلى متابعي ومستمعي قناة راديو عيون شاندي. أخي، هاي ليست المرة الجديدة التي تحصل في عملية انتهاك واعتداء على شارع الحبوبي أو اعتداء على المتظاهرين أو اعتداء على الشباب السلميين. يعني عملية أصبحت مكررة، سيناريو مكرر، يعني منذ بدأت الانتفاضة قبل سنة تقريبا ولحد الآن، يعني تقريبا يعني 10 أشهر. يعني احنا دفعنا ثمن كثير، يعني خاصة الناصرية، كل يعرف بأن الناصرية قلب الثورة نابض. نعم. وهذه الناصرية بأهمية زيادة أنه لن تستسلم ولن ترضخ دائما. يعني قبل أكثر من سنة، من الشهر العاشر العام الماضي، بداية ثورة تشرين، لم يترك مقر للأحزاب إلا وأحرق، بحيث أنه مدينة بلا أحزاب طالها سنة كاملة. فكيف يتعاملون مع دية الناصرية ومع هكذا شباب صامد ومتحدي مع كل الانتكاسات ومع كل الجرائم التي ارتكبت بحق مدينة الناصرية، ولا سيما جريمة جسر الزيتون الذي ارتكبها المجرم الشمر الذي ما زال يتمتع لحد الآن بالحصان السياسية والحماية من قبل الكتل السياسية للأسف الشديد. ولكن ما دفعنا ثمن في ليلة واحدة تقريبا 100 شاب بعمر الورود، أكثرهم طلاب كليات في الصيدلة وفي الإعلام، ذهبوا ضحية تحور وإجرام ذلك الشخص، وطبعا بتعاون مع جهات متعددة. نحن نتهم حتى السلطة المحلية، رئيس اللجنة الأمنية، كل الجهات كانت متواطئة، لأن دخلت قوات كثيرة جدا، يعني آليات وقوات بالعشرات، يعني دخلت وارتكبت هذه الجريمة وانسحبت، فكل متورط معها. العملية ليست جديدة للاعتداءات، يعني يدرون بها الناصرية ولا سيما الناصرية، الكل يراهن على مدينة الناصرية. هؤلاء الشباب رغم كل الظروف، يعني احنا الآونة الأخيرة حدثت إجراء أزمة كورونا، ورغم كل هذا كنا ملتزمين بإجراءات وزارة الصحة، ورغم هذا شبابنا لم يقصروا، قاموا بأعمال تطوعية، حولوا أعمالهم الاحتجاجية إلى أعمال تطوعية في تقديم السلات الغذائية وفي مساعدة المرضى وفي توفير الأكسجين، لأن هم هؤلاء أبناء الخط الوطني وأبناء الوطن. حتى وأن حصروا في جهة معينة أو في جبهة معينة، يعملون بما يملي عليهم ضميرهم، بأنهم خرجوا من أجل هذا الوطن، خرجوا من أجل الإصلاح، خرجوا من أجل التغيير. فأي مشروع يحسون بمشروع وطن لخدمة الناس وخدمة الوطن يتحركون عليه. هؤلاء للأسف الشديد استغلوا هذه الأزمة، أزمة يعني هذه الأزمة الكورونا، رغم كل هذه الظروف ورغم كل هذه استمرت عملية الاغتيالات. يعني اختاروا شباب، يعني وصلت الدرجة يذهبون إلى بيوتهم ويختالونهم في حضر التجوال، لأننا نعلم بأن هناك دولة عميقة وبأن هناك سلطات أخرى غير السلطة الرسمية وغير السلطة الحكومية، هناك ميليشيات وهناك أحزاب تتحكم وتسيطر على الشارع، وللأسف الشديد أحيانا بتواطؤ مع جهات أمنية أو بالجهات الأمنية تغض النظر، لأن هؤلاء يمتلكون سلطة وقوة وأسلحة أعتقد أكثر من الجهة الأمنية نفسها. طيب أستاذ حيدر، المتظاهرون أحرقوا عدد من مكاتب الأحزاب في مدينة الناصرية، من بينها طبعا مقر حزب الدعوة. طيب، إذا كان الثوار يرون أن هذه الأحزاب الطائفية وراء استهدافهم المتكرر، هنا بما تفسر التطور النوعي هذا من القتل بالرصاص إلى استخدام العبوات الناسفة؟ ما الذي تريده هذه الأحزاب؟ اول شيء تريد، اول شيء هاي الشغله طبعا ما يتعلمون درس من عده، اثاره الرعب والخوف على مود الشباب، يبتعدون الشباب ما يبتعدون ولو بقي شخص واحد او شاب واحد. طيب. وثانيا اكو خطوه اخرى، يعني خاصه بعد التغييرات الاخيره والخطوات التي قام بها الانتاب اسمه محاسبه الاحزاب ومصادره، يعني هاي الاشياء تعتمد عليها الاحزاب في تمويلها، يعني تحصل ملاهم المناخ الحدوديه وغيرها. وذلك بدأ بخطوات إصلاحية من أجل يعني تكسير أجنحة هذه الجهات من أجل قلة التمويل والتحرك على عدة جبهات. هؤلاء في الفترة الأخيرة بدأوا بخلط الأوراق، من أول شيء من أجل تحريك الشارع ضد إصلاحات الكاظمي، وثاني لجر الشباب إلى صدام مسلح. وإحنا نلاحظ بالأيام الأخيرة بدأت هؤلاء قسم لماذا لا تستعينون بالعشائر، لماذا لا تستخدمون السلاح، هؤلاء ما زالوا يقتلون بكم، يريدون جر الشباب إلى عملية مواجهة مسلحة، وشبابنا ما زالوا لحد الآن يراهنون على سلميتنا. يعني احنا بدينا بسلمية وراح ننتصر عليهم ونهزمهم بسلميتنا إن شاء الله، والفرج قادم إن شاء الله. احنا لدينا ملفات كثيرة دفعناها الجهات الدولية، منظمة دولية ومنظمة محكمة لاهاي وغيرها، ملفات كثيرة تعلق بانتهاكات مورست ضد العراقيين من 2003 ولحد الآن، وانتهاكات مورست ضد المتظاهرين في ثورة تشرين المباركة.
عشرات القتلى، عشرات الشهداء عندنا، وعشرات الجرحى، وعمليات اغتيالات، وعمليات الاختطاف، بالاضافه الى ملفات اخرى تتعلق بتهريب الاموال العراقيه المليارات التي هدرت والتي ادخلت العراق في ازمات اقتصاديه متعدده، وبالتالي الشعب راح يمر بازمات اقتصاديه اخرى. فاي خطوه يقوم بها الكاظمي، نحن لا بهذا الحكي مو ندعم الكاظمي، احنا نعطيه فرصه ومتاكدين بها، لان احنا كنا نعتقد بانه اعطيناه فرصه، قلنا هو جزء من منظومه خراب وفساد موجوده، لان كان في الدوله هو الرجل، بس اعطيناه فرصه وشفنا الرجل حركاته جديه، يتحرك تحركات جديه من اجل ابداء اصلاحات حقيقيه. فهاي الخطوات التي تقوم بها الاحزاب وميليشيات الفساد والخراب هي قاعد عمليات تصعيديه وخلط اوراق على تحريك الشارع ضد الكاظمي، وعمليه عرقلت الانتخابات التي دعا إليها مبكرا. ونحن عندما كنا ندعو الانتخابات مبكرة أعتقد أننا لن نساهم في تلك الانتخابات التي ما زالت الآن تواجه، هناك سلاح منفلت وهناك أموال منفلتة، هناك مصادر تمويل مشبوه الأحزاب، لا يوجد قانون الأحزاب، لا يوجد قانون انتخابات، لا يوجد مفوضية مستقلة للانتخابات. فكيف نقوم بالانتخابات في ظل سلاح منفلت وقتلة يتجولون بدون رقيب وبدون حسيب شبابنا بالبصرة؟ هاي البصرة التي هي قلب العراق، التي هي الرئة الاقتصادية التي تنفذ بها العراق، ما زالت اغتيالات مستمرة وشباب بعمر الولود وأبرياء يتهموهم بشر الاتهامات، أبناء سفارة وكذا، في حين هم انجلبوا الأمريكان وهم يعقدون صفقات في السفارات مع الأمريكان ومع غيرهم، ويتهمون هؤلاء الشباب لأنهم خرجوا من أجل المداعات بأشياء بسيطة، الماء والكهرباء والخدمات. ناس تصيح تريد وطن، اريد وطن، اريد وطن بكرامه، اريد وطن بعداله، اريد وطن بحقوق، ما اريد وطن بشخص عايش على خير الدوله ويستلم اموال من الدوله، عنده الياس بالدوله ويتامر على الدوله على دوله اخرى، يقتل بابناء البلد على مود يشتغل الدوله اخرى، هي قمه الخيانه. نعم استاذ حيدر من الناصريه، الناشط في التظاهرات حيدر السومري، شكرا جزيلا لكم.